بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي متابعين السباكة، إن شاء الله النهاردة هنغير معانا الكوبشة وقلب خلاط، وإزاي نعرف إن احنا نغير الحاجة دي بإيدينا، وإيه العدة اللي بنحتاجها معانا. كل اللي بنحتاجه مفك عادة زي ده كده، وبنحتاج بيبة 17 بتشتغل معانا دايما في معظم القلوب بتاع الخلاطات دهيا، نفس مقاس قلب الخلاط اللي هو الدفن معانا. طبعا زي ما احنا شايفين الشامبر تاكل، والصبع بتاع القلب بيخش ويطلع معانا، وان شاء الله بنغيره ببيبة زي كده او بمفتاح بلدي 17. يعني دول يبقوا متوفرين عندنا في المنزل، بحيث ان احنا نتعلم ان احنا نعمل حاجة دي بايدينا، يعني وتغييره سهل خالص. مجرد ما نلاقي قلب الخلاط معانا بيجيب ميه، او نضغط على الكوبشه من الخارج كده نلاقيها الميه بتفتح معانا وما بتقفلش، ونلاقي الكوبشه. لو احنا عندي الكوبشه بتلف على الفاضي، بنحتاج على طول ان احنا نغير كوبشه. ده قلب اطاله، هو النص بوصه ده، احنا بنسميه قلب ايطالي او قلب سوليد. ده بيركب معانا زي ما انتم شايفين، طبعا في منه الصيني وفي الايطالي. نحاول لما نيجي نشتريه بنجيب الايطالي، بيكون مفحور على جسم القلب من الخارج كده، هو من عند الجزء اللي بنربط منه دون بيبقى مكتوب عليه ايطالي. في اللي هو النص بوصة العادي، وده المحمل معانا الكوبشة زي ما انتم شايفين برضه اتاكلت خالص. طبعا دي الكوبشة برضه مش الأصلية بتاعة الخلاط، واحنا عارفين ان الكوبش اللي موجودة في السوق كلها بتبقى خفيفة دايما، ما تبقاش زي الأصلية اللي بتيجي مع الخلاط. دايما بتبقى اللي جاية في الخلاط بتبقى نحاس، معظمها بتبقى نحاس، بالذات في الأنواع اللي هي الكوبش دي، الجولد أو السوليد أو الأنواع اللي هي بتبقى نحاس معانا. بنحس حتى ان الكوبشة وزنها تقيل، بس اللي موجودة في السوق يعني احنا لو ربطنا المسمار بنجيب لها مسمار جديد للقلب، ونحاول نربط المسمار ده نجمد عليه. ان شاء الله هتعيش معانا فترة، هي مش غالية ب10 جنيه الكوبشة يعني. وبنجمع المسمار اهو، نحاول ان احنا برضو ضغط الماء كويس معانا اهو، ما نحاولش ان احنا نضغط على الكوبشه في الرباط، يعني بتبقى قافله معانا وممكن تجيب لفه كمان، وده اللي بيبوظ معانا القلب او بيبوظ الكوبشه معانا، القلب الكاوتشه بتاعه القلب من جوه. ويا رب نكون قدمنا لكم حاجه مفيده، وما تنسوش الاعجاب والاشتراك في القناه لو عجبكم الفيديو.